الاسبوع السادس في الحمل بدات بق ومناخير وعين ودان البيبي الصغنن تتكون. هل بدات تحس ان انت عايزه ترجعي او عندك ميل القيء؟ في بلاي ليست اسمها سؤال وجواب في الحمل، هتلاقي فيه علاج موضوع القيء ده ازاي ان شاء الله. كمان لو عندك مشكله في النوم هتلاقي الحل في نفس البلاي ليست. دلوقتي طفلك قد حبه العدس برغم ان هو لسه صغير، بس ملامح وشه بدات بالفعل تتكون. مكان عينه ما تتشكل في بقعتين غامقين، الودن والمناخير بقى عباره عن منخفض صغير لبدء التكوين. خلينا نقول ان المكان اللي هيطلع فيه دراعاته بدا يطلع فيه براعم، وشوية وهيطلع البراعم بتاعت ساقه ان شاء الله. دلوقتي كمان قلب طفلك بيدق بمعدل 100 نبضة في الدقيقة. خلينا بقى نتكلم عن صحتك انت. دلوقتي انت ممكن يكون عندك شوية حاجات شائعة في الحمل زي الميل القيء، برغم ان مفيش طرق طبيعية تقدري تمنعي بيها الغثيان تماما والميل القيء، الا ان في طرق بتقدر تقلله بشكل كبير جدا ان شاء الله. في حاجة تانية، ان احنا الاسبوع ده هتبدأي تحسي ان انت عايزة تخشي الحمام كتير، وفي رغبة في التبول بتيجي كتير. ده ممكن يأثر شوية على نومك ويخلي نومك نوم متقطع. هتلاقي فيديو تاني في سؤال وجواب بنتكلم فيه ازاي نمشي مع المشكله دي او نعالجها او نقلل منها ان شاء الله. ممكن كمان تراجعي في نفس البلاي ليست ايه نصايحنا من اجل نوم هادي ان شاء الله. بكده خلصنا الاسبوع السادس، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع الاسبوع السابع في الحمل.